صباح الخير والله يسعد أوقاتكم جميعا. سؤال ثاني كثير أنا بيجي دائما على بال الناس وبنسأل فيه كثير بعياداتنا الخاصة، إنه أنا يا دكتور حامل وحملي طبيعي وماشيين بشكل طبيعي، لكن أنا حابة أصوم، في نصائح معينة أنا حاب لازم تقلي عليها، لازم أتبعها لحتى هذا الصيام يمر على خير وسلامة وما يأثر سلبا على الجنين أو يأثر علي أو على الحمل؟ أكيد أكيد. الحمل مثل ما قلنا حالة فيزيولوجية، حالة طبيعية، لكن نحن لازم نتعامل معها بكل لطف وبكل دقة وبكل، لازم أنا أنفي قبل الصيام، لازم أنا أنفي أنه يكون في أمراض، أنفي أنه يكون في ارتفاع ضغط، أنفي أنه يكون في فئر دم، أنفي أنه يكون في التهاب مجاري بولية. لذلك كل زيارة للطبيب لازم أعمل تحليل للبول. الشيء الثاني، أهم نقطة أنا بأكد وبحكيها للكل السيدات، انه انا لازم كتر من السوائل، لانه هلا انا الحاله الطويله اللي بقله السوائل، لازم لما بصير في فتره الافطار انا صير في اكسار من السوائل لتعويض الفاقد اللي فقدته بنهار. الشغله مهمه جدا انه انا الوجبات تبعي ما تكون وجبات كبيره، الحامل سرعه في عندها وضع هرموني، فسرعه حركه الامعاء عندها عم تكون بطيئه، فانا ما لازم اكل وجبات كبيره بشكل كبير مثل على يعني وجبه الافطار بالذات. نحن بنخطئ جدا، بنروح اخذين ثلاث اربع صحون وكذا ومن هون ومن هون ومن هون من نوع. لذلك وجبه الحامل لازم تكون وجبه متوازنه، وجبه متوسطه الحجم، وانا بفضل انه ناخذ وجبه عند الافطار ووجبه مساء الساعه 10 11 المساء ووجبه السحور، وهالوجبات الثلاثه تكون وجبات صغيره، لكن نبلش بالخضره، ناخذ السلطه، كثير ضروري السلطه لحتى نحن نعمل وقايه من الامساك ومن تلبكات الامعاء ومن المشاكل الثانيه. لازم انا اخذ ادويتي كامله على الافطار وفيتاميناتي، لازم اخذ كل المقويات والمكملات الغذائيه اللي انا باخذها بالحاله العاديه. مثل ما قلنا نعدد الوجبات مشان ما يصير في عندي انا تخمه ويصير في عندي ضغط على الجنين ويصير في عندي مشاكل. شغله كثير مهمه انه لما بكون انا متقدم الحمل، الحمل بالشهر السابع فما فوق، رح يصير في عندي زياده بالافراز الحمض المعدي، زياده ضغط الرحم على المعده، فكمان هذا بفيدني انه لما اقلل الوجبه ممكن استفيد احيانا من انه ما بعد عن الاكلات اللي فيها حد، الاكلات اللي فيها مقالي او زيت او الى اخره، او مطبوخه بميه بندوره. الشيء الاخير بحب دائما اكد عليه انه الغذاء المتوازن، لازم اخذ كل انواع الاغذيه، لازم يكون في بالغذاء خضره قلنا اهم شيء، لازم يكون في بروتينات، لازم يكون في نشويات، ولازم نشرب الحليب، الحليب والبيض كثير بروتينات مهمه ما توقفها الحامل اثناء الصيام. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله دائما بنعاد عليكم بالصحه والسلام.